هنا ننبه على مسألة مهمة، وهي أنه كثير من الناس إلا من رحم الله في صلاة الفجر إذا فاتته الصلاة مع الإمام، فاتته ركعة أو فاتته الركعتين الأولين وأدرك التشهد وقام يتم صلاته، فإنك لا تسمع منه القراءة، بل إنه يقرأ في داخل نفسه، والسنة أن يقال له ارفع واقرأ بقدر ما تسمع نفسك. هذا أقل شيء، أن يكون قراءتك في الجهرية بقدر ما تسمع نفسك. وبعضهم يصلي ولا يحرك شفتيه، فيأتي إلى الصلاة فيقفل فمه ثم يحرك يديه مكبرا ويكبر في نفسه، ثم يقرأ القرآن في نفسه. إذا قرأ الفاتحة بعضهم في السرية تراه مغلقا فمه ولا ينبس بشفتيه، فصلاته باطلة، لأن الصلاة لا تصح بدون فاتحة، والفاتحة لا تصح إلا بقراءة، بقوله لا صلاة لمن لم يقرأ، ومن أطبق شفتيه لم يقرأ، ولذلك لا بد من القراءة. وهذه أمور ينبغي على الأئمة في خطب الجمعة أن ينبهوا الناس عليها، وأن يبينوا لهم ذلك، وأن ينبهوهم على ما يحتاجون إلى تنبيه من أمور لازمة في صلاتهم، سواء صلوا منفردين أو صلوا مع الجماعة. فالأخطاء في الصلاة من المنفردين والمأمومين ينبغي التنبيه عليها، والصلاة أمرها عظيم. فالسنة أن يسمع نفسه، أن يرفع بقدر ما يسمع نفسه.